كتب لنا قصة النهاردة ورؤية مستقبلية لأحداث غدا وبعد غد وربما في السنوات القادمة المؤلف والكاتب محمود الجعيدي. أنا اسمي دكتور آدم. يمكن الكلام اللي هقوله هتعتبروه غريب، صعب التصديق، هتقوله خيال علمي، بس صدقوني هو حقيقي وواقعي جدا. البداية كانت من حوالي سنة، بس لما بدأنا نلاحظ حاجة غريبة، بدأنا نلاحظ ايه؟ ان الناس كتير بتفقد وعيها وتقع في غيبوبة لأيام بدون اي سبب واضح، وبعدها بترجع تصحى بدون برضو اي سبب واضح. قلنا مرض، بس ما قدرناش نوصل للسبب لحد ما قدر العلماء ان هم يطوروا جزء جوه الدماغ البشري كان خامل في الماضي، جزء بيخلينا نقدر نتحكم في الوعي بتاعنا. وقتها جات لي فكرة اننا نستغل الجزء ده من الدماغ. الفكرة كانت اني ادخل نفسي في غيبوبة صناعية، ومن خلال غيبوبة الصناعية دي هحاول اعرف ايه سر الغيبوبة، وكمان انقل الوعي بتاعي لمكان تاني، حاجة كده زي الاسقاط النجمي لو كنت تسمعوا عنه في الماضي، لكن اللي انا هعمله هيكون بطريقة أكثر علمية ومادية. أخذت الموافقة على التجارب من رئيس مركز الأبحاث وبدأت بالفعل في التجارب. التجربة كانت هتتم عليا وعلى مجموعة من المتطوعين، عددنا 12 متطوع، كل واحد فينا دخل بداخل أسطوانة زجاجية شفافة، وفي خلال ساعة تم توصيل أجسامنا بمجموعة من المحاليل اللي هتنشط الجزء الخلفي في العقول وهتخلي الوعي يخرج برا الجسد، وهنشوف الأبعاد التانية الخفية اللي بتحيط بينا زي البعد الرابع. ناس بتقول إننا هنشوف الجن ومخلوقات عالم ما وراء الطبيعة، وناس بتقول إننا هنشوف الأموات، وناس قالت هتشوفوا أطياف، وناس قالت هتتعرضوا للضوضاء البيضاء. المهم تدريجيا بدأت أحس بتقل في دماغي وبدأت أفقد الوعي. بعد شوية لقيت نفسي قادر أتحرك وفعلا قمت من مكاني، بس لما قمت لقيت جسمي لسه نايم في الأسطوانة وكأن روحي انفصلت عن جسمي. كنت قادر أتحرك بعيد عن جسمي، بس كنت شايف كل حاجة لونها لون أشبه بالبنفسجي. أكيد ده بقى هو البعد الرابع اللي بيقولوا عليه. طيب فين العوالم أو المخلوقات التانية الخفية اللي بتحيط بينا ودايما نسمع عنها؟ بعد شوية أنا والمجموعة اللي معايا فضلنا واقفين حوالين أجسامنا، خلاص عايزين نرجع لأجسادنا تاني. طب إزاي؟ العلماء كانوا محوطين بأجسامنا بس اللي هم شايفيننا ولا سمعيننا. فضلنا نصرخ ونزعق، لكن فعلا كأننا هوا غير مرئي غير مسموع، محدش حاسس بينا أو حتى سمعنا. فجأة لقيت نفسي اتسحبت بسرعة أنا والمتطوعين اللي معايا، وكأني في شفاط هوائي رهيب شفطنا ورمانا في مكان تاني أشبه بالصحراء، بس هو مش صحراء والأرض غير الأرض. فضلنا ماشيين لمدة كبيرة وأنا مش عارف أرجع لجسمي، لا أنا ولا حد من المجموعة اللي معايا. ظهر قدامنا فجأة سور ضخم عبرناه، وفضلنا ماشيين برضو وسط الصحراء لحد ما ظهر قدامنا مدينة عملاقة موجود فيها بيوت وشوارع غريبة. المدينة دي بالمناسبة مش موجودة في العالم الحقيقي. مشينا كلنا جوه المدينة، الشوارع كانت شبه فاضية. سمعنا صوت صرخات وخبط جاي من بعيد، والصوت بدأ يعلى جدا. فضلت أبص يميني وشمالي، الصرخات بتزيد في كل لحظة ومش عارف ايه المصدر. فضلت أبص حوالي زي المجنون لحد ما شفت مجموعة من البشر، مجموعة مخلوقات فوق وشوشهم أقنعة سوداء وشعرهم مقصوص تماما،
مفيش شعر خالص، كأن الشعر متشال من عليهم بالموس. كانوا صلع وكل أجسامهم مليئة بالدم وكأنهم أموات. شوية ظهرت مخلوقات شكلها غريب ولبسها أغرب، اتجهوا ناحيتي وقربوا مني وسرعتهم بتزيد، وبدأت أسمع أنين وهمس وصرخات عالية جاية من كل مكان. جريت منهم، فضلت أجري. قبضوا علي أنا والمجموعة اللي معايا، حرفيا سحبونا بدون رحمة كأننا أعداء ليهم. وسمعتهم بيتكلموا بلغة غريبة أول مرة في حياتي أسمعها. سجنونا في مكان عميق جدا جدا تحت الأرض، وبعد وقت طويل معرفش قد إيه ظهر قائد المخلوقات دي وشاور لي إني أروح معاه. فضلت ماشي لحد ما وصلنا لقصر حاكم المدينة دي. اتفاجئت إنه بيتكلم بلغتي وفهمت إنهم جن. أيوة، عالم الجن. بدأ الجن يسألوني إزاي وصلت للعالم بتاعنا. حكيت لهم عن موضوع التجربة. وقتها ملك الجن بص للي حواليه وفهمت من كلامه إن حاسس بالخطر، لأن البشر تمكنوا من إن هم يوصلوا لمملكة الجن ويشوفوهم ويدخلوا العوالم بتاعتهم. ما كنتش عاوز أقوله إننا فعلا دخلنا عالمهم، بس للأسف أنا مش عارف أرجع تاني للعالم بتاعي أو حتى الجسم اللي خرجت منه. واحد من الجن كان اسمه عزار، قال إنه لازم يجي بنفسه يشوف الجهاز عشان يتأكد إني مش بكذب. وفعلا رحت معاه أنا وباقي المتطوعين. كنا بندخل ما بين الحيطان والأبواب وبنخترقها وبنمر بيها بدون أي معاناة كأننا هواء أو أطياف. وصلنا للمعمل، دخلنا لغرفة الاختبار. كان جسمي وأجسام باقي المتطوعين جوه اسطوانات زجاجية شفافة زي ما سبناه بالظبط. قلت له اتأكدت إننا فعلا في غيبوبة صناعية؟ بصلي وهز راسه بمعنى انه اتأكد لكنه ما تكلمش. بعدين قرب من جسمي اللي في الاسطوانة ولقيته فجأة دخل واخترق جسمي. شفت جسمي بيترعش وبيتنفض بقوة رهيبة. شفت العلماء كلهم بيجروا على جسمي وبيحاولوا يفهموا ايه اللي بيحصله. اما انا فهمت. عزار دخل جسمي وفي لحظة لقيته قام وقف وبدأ يتعامل مع الناس ان هو انا. قعدت ابص حواليا زي المجنون، اصرخ وهلل بدون فايدة. عرفت من باقي الجن ان اي حد بيدخل في غيبوبة بيقدر الجن انه يحتل جسده، وعشان كده الناس اللي بترجع من حالات غيبوبة طويلة بتكون حرفيا تصرفاتهم مش طبيعية وغير مفهومة. جريت من حرس الجن وفضلت اجري لحد ما هربت. كنت عاوز اوصل حكايتي لاي حد، لكن ازاي؟ كل اللي قدرت اعمله اني انقل الوعي بتاعي لاعلامي كنت بتابعه في القدم اسمه احمد يونس، علشان يقول قصتي دي في البرنامج من غير ما يشعر ويتكلم بلساني ويفتكر من خلال القصة انه بيحكي قصة كتبها احد متابعيه. اسمعوني كويس، انا عاوز احذركم واقول ان ناس كتير لما بتقع في غيبوبة وترجع تاني مش هي اللي بترجع. دوروا هتكتشفوا ان كلامي صح. بيحصل ان الارواح بتنفصل، اما الاجسام فبيحتلها الجن. ايوه الجن بيحتلها، فاحترسوا. ولما تسمعوا هذه القصة اعرفوا ان انا وصلت رسالتي وبلغت شهادتي. الو، هاي محمود، ازيك حبيبي، عامل ايه؟ هو اللي انت كاتبه ده ايه؟ انا مش فاهم، انت كاتب لي قصة وسجلتها وهي كده كده اصلا هتلاقيها بتتذاع. لا مش الملف، لا الملف لسه ما عملتوش، انا هقوله ممكن الاسبوع الجاي او اللي بعده. لا اللي هي اسمها غيبوبة صناعية دي، او بعد الان اللي انت بعتها لي يا ابني، بعد الان اللي مبعوت على الميل، اللي هو قصة الراجل اسمه دكتور ادم. يعني ايه مش عارف؟ بقول لك اسمها غيبوبة صناعية، انت بعتها لي وانا سجلتها واتزعت في الحلقة. اتزعت امتى؟ زمانها بتتزعت دلوقتي.
انا كنت ناوي اكلمك بس كان عندي تصوير وعندي كذا حاجه فما كنتش مركز. فاول ما افتكرت والحلقه شغاله قلت اكلمك. يعني ايه يا محمود انت ما بعتليش حاجه؟ انا بتهزر. طيب طيب خلاص يا محمود، خلاص يا محمود، خلاص خلاص. لا يبقى انا بتحب بلخبط، انا دخلت اكتر من حاجه في بعضها. انا اسف، انا اسف. مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟